الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أحد المتابعين الأفاضل من المغرب اسمه أستاذ رشيد بعت لي صور للنجيلة، وبعدين بعد ما بعت لي الصور، أي حد دلوقتي بيبعت لي صور للنجيلة أو فيديو، ببعت له فيديو بقول له شوف الفيديو ده، الفيديو ده بعنوان ممكن أسأل حضرتك 5 أسئلة عن النجيلة. فأنا سألته 5 أسئلة عن النجيلة من خلال الفيديو. أول سؤال: الشمس كم ساعة في اليوم؟ تاني سؤال: القص كم مرة في الصيف بتقص النجيلة في الأسبوع أو في الشهر؟ الأسمدة أخبارها إيه؟ الري أخباره إيه؟ المبيدات أخبارها إيه؟ فالأستاذ رشيد ربنا يبارك له جاوبني، وحنوري لحضراتكم الإجابة على الـ5 أسئلة، وبعدين نشوف بقى نعمل فيها إيه. شوف حضراتكم الإجابة بتاعت أستاذ رشيد، هو يعني ما شاء الله يعني ربنا يبارك له تعاون معنا جدا، ان انا قلت له هستأذن حضرتك هنعمل فيديو، فقال لي لا مفيش مشكلة. فاحنا بنستفيد من الحكاية دي. فاول حاجة حضراتكم، هو بيقول الشمس متواجدة 7 ساعات، وده ممتاز جدا، يعني عايزين من 7 اقل حاجة 5، ده ممتاز. تاني حاجة حضراتكم بيقول عندي نقص في المياه ومشكل ملوحة الماء لان المكان ساحلي. نقص في الماء دي ملهاش حل، لازم يكون في مية. اما الملوحة، لو الملوحة عندك اقل من 5000 جزء في المليون مفيش مشكلة. كمان في يعني فلتر كده بيحطوه بيشتغل كده بالمغناطيس، وده حضراتكم بيساعد على يعني بيقلل الملوحة شوية في المية. هنوري حضراتكم الصورة بتاعته، هو ده حضراتكم وليه مقاسات مختلفة. ان شاء الله نعمل لكم فيديو عنه باذن الله، ونتكلم بالتفصيل ومميزاته وعيوبه، بس يعني بنوري حضراتكم بس ان فكره ان احنا ممكن نجيب الفلتر ده لو عندي الميه فيها ملوحه. فالملوحه بتاعت الميه دي حلها ان شاء الله سهل، اما نقص الميه لا، لازم الميه تكون موجوده. ثالث حاجه بيقول الاسمده اضعها فقط في الشتاء. ما ينفعش طول الصيف ما نحطش أسمدة، ما ينفعش، لازم كل أسبوعين نحط العناصر الكبرى اللي هي بتتكون في الـ NBK، خاصة النيتروجين. النيتروجين ده بيساعد على النمو الخضري، والفوسفور بيساعد الجذور إن هي تشتغل، وكمان الزهرة. البوتاسيوم بيساعد الزهرة وكمان بيساعد الثمرة. فلازم حضراتكم يكون في أسمدة العناصر الكبرى كل أسبوعين، والعناصر الصغرى كل شهر. وبنهتم بالنيتروجين اللي هو زي اليوريا والنطرات، لو NBK على النيتروجين بنهتم بيه شوية. فلازم أسمدة كل أسبوعين، خاصة العناصر الكبرى. بيقول المبيدات مرة واحدة كل صيف، ما ينفعش. ليه؟ لأن في حضراتكم حشرات خاصة الدودة بتاكل في النجيلة، كمان في فطريات لأن هو قريب من الساحل فنسبة الرطوبة بتكون عالية، فلازم مبيد فطري، لازم مبيد فطري. المبيدات يعني 2-3 أسابيع بالكتير لازم نحط مبيد، لازم. لما بيقول بقى في القص النجيلة مرة كل شهرين، طب مرة كل شهرين هقصها على انهي درجة؟ يعني هي كده طولت قوي، طولت جدا، فانا محتاج ان انا اقص كل اسبوع. فلما اقصها كل شهرين لو عالية يبقى كأني ما عملتش حاجة، لو قللت المستوى بتاع النجيلة هتتحرق. فالقص الصحيح حضراتكم ان احنا نقص كل اسبوع. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه في النجيلة اللي معانا دي؟ اول حاجه حضراتكم نعملها نشوف مصدر ميه ثابت وتكون ميه كتير، خاصه ان احنا في الصيف. وكمان حضراتكم لو قدرت اعمل شبكه ري يكون افضل. وملوحه الميه نركب الفلتر
علشان ملوحة المية. فده أول حاجة نعملها مشكلة المية. تاني حاجة حضراتكم نعملها إن إحنا نحط المبيد، والمبيد حسب الأهمية والأولوية. يعني أنا لو عندي إصابة حشرية نحط الحشري، لو عندي فطري نحط، يعني لو عندي إصابة فطرية نحط الفطري. هو هنا قريب من الساحل، فالقريب من الساحل عنده مشكلة في الفطري أكتر، يعني أو الفطري ده أخطر، فنحط يعني مبيد فطري الأول نروي، وبعدين بعدها ب 24 ساعة ندي المبيد الفطري، وبعدين بعديها ب 24 ساعة ندي مية. قبل ما ندي مية بقى نحط السماد المرة دي، يعني مش هنعمل كل مرة كده، ولكن المرة دي نحط مبيد فطري بعد ري، بعد الري ب 24 ساعة، وبعدين بعد ما نحط المبيد الفطري بعديها ب 24 ساعة نحط سماد اليوريا او النترات او NPK عالي النيتروجين، وبعدين ندي مية، ندي مية بعدها مباشرة. بعد كده حضراتكم بالنسبة للنجيلة دي بعديها بأسبوع ندي بقى مبيد حشري، بعديها بأسبوع ندي مبيد حشري بس. ونمشي بقى على الحكاية دي، القص كل أسبوع، وبعدين الري يعني حسب بقى حالة الجو، فلو محتاجة كل يوم ماشي، محتاجة يوم ويوم ماشي، ثلاث أيام في الأسبوع، يعني أنت حسب إيه يعني الجو عندك والشمس والتربة، يعني دي ترجع لك أنت. وبعد كده السماد كل أسبوعين، ده بالنسبة للعناصر الكبرى خاصة النيتروجين، والعناصر الصغرى كل شهر. بالنسبة للمبيدات احنا دلوقتي عطينا فطري، وبعدها بأسبوع عطينا حشري. نمشي على الحكاية دي خاصة في الأماكن الساحلية، نمشي على الحكاية دي أسبوع فطري وأسبوع حشري بس، وإن شاء الله النجيلة تكون كويسة بإذن الله. ده اللي حبينا بس نقوله مع حضراتكم في نجيلة الأستاذ رشيد من المغرب. شفنا مع بعض إجابته على الخمس أسئلة، وقلنا لو يعني حاجة مش مظبوطة قلنا عليها. وفي نهاية الفيديو نتمنى أن الفيديو يكون سهل وواضح على حضراتكم، ولو في أي حاجة مش واضحة أو في أي استفسار ممكن نكتبها في التعليقات، وإن شاء الله تستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.